La famille, بس لكم بخير. معكم اشرف عتاني فلوق جديد. بعد ما رحت الفلوق الاولاني ديالي السابق كتلقى شحال ديال الكومونتيرات، كاين لك صوت فيسبوك انستغرام واتساب، كنقرا كاع التعاليق اللي كتصيفطوا ليا وكنشكركم بزاف. وكاين لي شي وحدين طلبوا مني، قالوا لي كاين لي كيقول لي كيفاش تخيط، كاين لي كيقول لي كيفاش ترتجل الضبيطة ديال الراس. واليوم قررت ندير لكم كيفاش تولي الجلدة ديال الراس بيضاء، فاش الأكثرية كتطلع كتولي لي صفرا، ولو واخا يدي ليها لي دار ليها كتبقى صفرا صفرا. واليوم غادي نوريكم كيفاش ترجعها بيضاء، وغنوريكم المراحل كاملين، وغنجبد واحد الجلدة بيضاء ديالي تاهي مدبوغة وغادي نجبدها وغنغسلها، وغادي نوريكم كيفاش تنقيها وكيفاش تولد بيضاء. وكان مراحل انا ما كنساش كاع الكومنتات كاملين اللي كنقراهم كاملين. كاين شي وحدين قالوا لي كيفاش تخيط وداكشي، راه باقي جاي الفيديو غادي ان شاء الله كلشي غادي نديرو لكم، وضروري الفيديو الجاي غادي ندير لكم كيفاش الخياطه وكيفاش شحال من حاجه ضروري ما كنساكمش. وكيف ما كتشوفوا هاي الجلده ديال الراس، هادي فيها البيض والكحل. المهم هادي هي اللي غادي نغسل اليوم، وغنشرح لكم كيفاش ترجعوها بيضاء بحال هكا، واخا هادي راه باقي راه توسخات ورجعت كاع صفرا. غنوريكم كيفاش ترجعوها بيضاء ونقيوها ونقادوها. وهادي راه مدبوغة ديال داك العام اللي بغا راه غادي نبيعها، و تنقادها و راه غادي نوريها لكم. و بغيت نهضر معاكم في واحد القضية، كيقولك علاش جلدة كتولي لها صفرا ومكترجعش بيضاء. داكشي كيكون من الاصل ديال المعزة، هاديش كاين المعزة اللي كتكون صفرا وكاين اللي كتكون بيضا، وكاين اللي كيخرج داكشي فيها بحال القهوة على حساب داكشي، ماشي بحال ميمكنش الجلدة تكون صفرا وترجع بيضا، هادي راه مستحيل هادي كاين. داكشي علاش من الأحسن الناس إلا بيشريو شي راس بيض الأحسن يشريوه مغسول ومكاد، ميشريوش بالدم ديالو حيت غادي تقولبو. ولا بتشريو من الأحسن تشوفو شي صفر، حيت إلا قالك شي واحد راه صفر وكذب عليك راه عمرو غادي يرجع بيض حياتو كامل، عمرو غادي واخا تغسلو دير ليه جابيل واخا دير ليه دالي. واحد النقطة عاوتاني، كاين اللي كيقول لك حط الراس في جابيل، راه واخا تحطو في المقعد عمرو غادي يبيض، واخا دير ليه اللي درتي ليه، الصفر ديما كيبقى صفر والبيض ديما كيولي بيض وعمرو غادي توسخ. وعرفت شي هنا في الكومنتر غادي يجي يعايروني يبدا يقول لك جابيل لا لا لا، كنتحدى اي واحد يجي يدير راس صفر ويدير ليه فيديو ويديرو في جابيل ويرجعو بيض، ولا خرج لي الراس بيض يجي هاد الجلده اللي غادي نبيع انا نعطيها ليه فابو، وكنتحدى اي واحد يديرها ويلوح ليا الفيديو. هاد عرفت راسي غادي كلشي غادي يبدا يصيفط لك في الكومونتيرات يبدا يقول لي اش كتخربق اش كتخربق جلده ديال الراس اللي درتيها في جابيل غاتولي بيضاء، وراه ميمكنش. حيت دابا هما بنادم كاين اللي يدير في عقلو بان راه الا درتي جابيل كنعرفو حنا الحوايج الا درتيهم في جابيل كيولو بيضين، اه ولكن الجلده راه عمرها تولي بيضاء، حيت راه مستحيل وميمكنش بيض اصلا من ديبار ديالو بيض وعمرو ولا لي صفر، واخا ملي كيتوس خارج كيقول لي صفر. كون كان صفر غادي نشوف نحاول حتى ندير شي فيديو اخر ونجيب شي راس صفر وغادي نقيو وغادي نديرو في جابيل وغادي تشوفو باش تعرفو باش تشوفو الدليل على عينيكم وتشوفو راه عمرو غادي يولي بيض. ما يمكنش هادي اصلا الجلدة باش كتعرفها اصلا واش غادي تخرج بيضة ولا صفرة بحال هكا، ديما كيكون الجدر ديالو كيكون بيض كيكون صفر وهذا راه باقي موسخ، هذا تيتغسل عاد غادي يولي بيض بحال هكا، كيكون الجدر ديالو بيض، هادشي باش كتعرفو راه غيخرج بيض. وهذا راه غادي نقي باقي وغادي تشوفو وغادي نحطو للبيع. اللي بغا يتواصل معايا راه غادي نحط لكم عتاني النمرة ديالي وكاين انستغرام ديالي غنحطو تاو في اول كومنتير. واللي بغا يتواصل معايا المهم هو راه بيض كامل فيه الكحل في التحت وفيه الكحل في هادو الدودين ديالو ومنين عاوتاني الوسط راه بيض كامل. المهم تيتغسلو غادي يبان مزيان ولي خاصو يدوز عندو. وكمل هذا هو الراس، دابا غادي نديروه في الماء. لا
لا مدبوغ ضروري، واحد تقريبا واحد نص ساعة تقريبا عاد غادي يطلق. وراه إلا كان مدبوغ ما تخاف ليه والو. وكاينين شي ناس كيقول لك زد ليه غير دير ليه الماء غير شوية باش تطلق. إلا كان جلد مدبوغ وخد خشيه في الماء نهار كامل ما عمرك تخاف منه. المهم غنخليها واحد نص ساعة كترطب وغادي نغسلوها تاني كيما العادة اونيها تاني ونقادوها. وطرف كنديرو ليها اوني ما كان لا صابون لا جابيل لا والو. وبالنسبة للملح عاوتاني كاين اللي كيقول لك ندير لي الشبة، الشبة من الأحسن عمرو يدار الراس، الشبة ديما كتقصح الجلد. من الأحسن يكون الراس مدبوغ أحسن، إلا كان مدبوغ كيسالي عليك ما كدير ليه لا محالة شبة لا والو. وأصلا كيكون مدبوغ إذا كيكون رطب شوية بحال هدا راه مدبوغ، ولكن مدبغوش نيت نيت دابا هدا غير بحال اللي كتسنى الليل. هذا اصلا غادي يتملح باقي ويتكاد. وبالنسبه لديك اللي كيديروا لي الشبه كيخسر الجلده، وصابعه الجلده ديما كتقصح. الا درتي لها الشبه كتقصح، واخا تغسلها تغسلها غادي تبقى تقصح ليك ديما. ومن كتجي انت تلبسها نهار العيد وكدير لها شي شوار وكادي تقدها، كدوز تقريبا ساعه ساعتين هكا كتقصح لك في الراس وكتخسر لك الديكور وكتصدق محيد الجلده ديال الراس وخارج بلا بيع. وتاني داكشي اش من الاحسن بلا ما دير ليه الشبه احسن ليه. لما الحب بوحدها راه كافيه، واخا تكون كتنت في شي حاجه بحال هكاك ما تخاف والو، غير المرحله كافيه. ومن الاحسن تكون ديال الحانوت، ديال الحانوت كتكون صغيره وكتحافظ لك على الجلد ماشي بحال الحيه. الحيه كتكون غليظه شويه وكتصعيبه تشد لك في الجلد. وانا راه ماشي جاي وكندوي على الرصه البيضين وكيفاش تغسل الضوء علاش ما يمكنش يولي بيض وما يمكنش يولي صفر. وداكشي باش اصلا انا ولد داك العام لبس لبسه بيضة كامله ودازو ليا معاناه كثيره، وعرفت كيفاش القلب ديالها وكيفاش تكادها وكيفاش تغسلها. وكنغسلها يوميا وكنشيشوارها يوميا وشحال من حاجه عرفت. داكشي كنجي اليوم ونبارطاجي معكم هادشي كامل. وكندور في يوتيوب كامل ما كنلقاش حتى شي واحد ليه كيفاش تغسل الراس كيفاش كيفاش كيفاش. قليل اللي كنلقى ما كنلقى عليه حتى شي معلومه والو. واليوم غادي نحل معكم معلومات كاملين. Thank you.
ما تغسل دابا راه شتوه، دابا راه باقي فاسك حداش ما عنديش شي شوار، واصلا ما يحتاج شي شوار في الاول، شي شوار ما كيحتاج حتى النهار العيد ان شاء الله. دابا غادي نشوفو باش يبينو لكم، باش اللي بغا يدوز عندي يدوز عندي الانستغرام ونتفاهم معاه. دابا راه حاطو في الشمس، ماشي مشكل، واخا تحت في الشمس واخا تحت في الظل ما كيحتاج، وراه الراس مدبوغ، واخا نص دبغة ولكن ما تحتاج الملحة، حيت اصلا جربتو انا وما كيت نتف ما والو، وراه اللي بغا راه غادي يجي عندي ولا نمشي عندو وغادي يقلبو بيدي ولا تنتف ولا شي حاجة يرجعو ليا، مكاين حتى شي مشكل. المهم ينشفو يد كاتو نبسطو ليكم وغادي يبان. هاو بعد ما تغسلت كيبدا هاو بعد ما تغسلت كيجي هاو بعد ودي ما كيبقى مفرق. لو الناس اللي كيسولوا على ود الخياطة اللي محتاج شي حاجة في الخياطة اللي محتاج نعاونو، مكيعرفش كاع نخيط ليه، أنا مكاين حتى شي مشكل عندي تخيط ليه مرحبا بي. راه النمرة ديالي كاينة وغادي نلوحها تاني هنا، اللي خاصها شي حاجة أي حاجة خاص كجلود خصك شي معلومة شي حاجة أي حاجة تواصل معايا، راه ما غاديش نخلي حتى شي واحد كلشي كنجاوبو. ولا ود الخياطة راه أي واحد فين ما كان فكادير كامل راه غنجي عندو، مرحبا بي غادي نجي عندو إن شاء الله، ولا يجي عندي مرحبا بي ونخيطو ونقدو المسائل ديالنا. وراه باقي إن شاء الله غادي ندير فيديوهات كثيرة ماشي غير ديال الخياطة بوحدها، كيفاش تفصل الجلدات كدها كيفاش تبغش الجلد هو الاول بعدا، وندير كيفاش عاوتاني الا كانت عندك جلدة فيها ربيض كيفاش تصبغها، وغادي ندير ان شاء الله عاوتاني الا تنتفى عندك جلدة كيفاش تعالجها، تقدر تعالجها بلا شبة. وان شاء الله راه كاينين فيديوهات جداد تقريبا كل سيمانة.